السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيب الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش شحن بطاقة بيبل بطريقة صحيحة بدون أي مشاكل. أول دخول إلى منصة باينس باش نحوله من USDT إلى BSD. نضغط على التحويل، ها هي، وبعد نختار عملة USDT، وبعد نختار عملة BSD. هاي خاوتي شتوها معايا، هذه هي. ومن بعد ندير أحد أقصى، ندير تحويل، ندير التحويل بهذه الطريقة خاوتي. دوك رانا حولنا من عملة USDT إلى عملة BSD. ومن بعد نروح المحفظة، نروح الفوري، نروح الفوري. ومن بعد واش ندير؟ ومن بعد نروح الفوري، ومن بعد ندير التحويل، نخلي عملة BSD، ندير حد أقصى، ندير تم التحويل. ومن بعد نروح التمويل. دوك خلاص خاوتي، دوك رانا حولناه إلى التمويل. دايما خاوتي حولوها من USDT إلى عملة BSD، ومن بعد حولها التمويل باش تقدر تشحن. ومن بعد واش ندير؟ نروحو البطاقة بهذه الطريقة خاوتي، نديرو مود باس، ومن بعد نضغط على إضافة الرصيد، ومن بعد نضغط على منصة باينس، ومن بعد نضغط على منصة باينس، ومن بعد إضافة الرصيد، ندير 7 USDT، ندير إضافة الرصيد، نستنى شوي حوله إلى متصفح. ومن بعد دي متابعة على متصفح. ومن بعد واش ندير خاوتي؟ ندير جيميل تاع باينس، ندير تأكيد، ومن بعد المود باس نتاع جيميل نتاع باينس، ندير تأكيد بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد نحط على الرمز، ومن بعد نروح الجيميل، ننسخ هذا الكود، ومن بعد نرجع متصفح، ندير اللصق، نستنى شوية. ندير نعم، وندير هذه خاطي الصفرة متابعة. ومن بعد نضغط على التأكيد، ها هي، ندير حوس على الرمز. من بعد نروح الجيميل، ندير التأكيد خاوتي، هذا هو الكود. بعد نرجع المتصفح، ندير لصق، تم بنجاح، تم الدفع بنجاح خاوتي. من بعد واش ندير؟ نخرج كاع من هاد الصوالح، نعاود ندخل بطاقة بيبل بهذه الطريقة خاوتي، ندير الكود، تم بنجاح خاوتي. هاي 7 دولار بدون أي مشاكل. تجدون الرابط الفيديو نتاع إثبات إقامة على بطاقة بيبل، وكذلك شراء USDT عن طريق منصة باينس عن طريق باريتيمو، تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.